شبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تغريدة أثارت ردود فعل واسعة على تويتر، قال فيها: لا شيء يجعلنا نتراجع أبدا، نحترم كل أوجه الاختلاف بروح السلام، لا نقبل أبدا خطاب الحقد وندافع عن النقاش العقلاني، سنقف دوما إلى جانب كرامة الإنسان والقيم العالمية. في مقطع لقي ترحيبا واسعا على مواقع التواصل، أعلن نجم الكرة المصرية محمد أبو تريكة دعمه لحملة مقاطعة البضائع الفرنسية. نتابع. حاكم الشخص على تصرفه، ما تحكمش على المنهج، المنهج ثابت والمنهج نازل من عند ربنا سبحانه وتعالى. الأفراد في بعض الأحيان تصرفاتهم بيبقى خاطئة، أحكم على تصرف الشخص وليس المنهج، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم وإلا ديانة الإسلام، لأن إحنا زي ما بنحترم الأديان الأخرى لازم تحترمنا. طالما أنت هتحكرنا بالمال وخصم مال وبتاع، لا تعالى قاطع المنتجات الفرنسية، قاطع كل من يسيء للنبي صلى الله عليه وسلم وكل من يسيء للإسلام، لأن إحنا عندنا دين وعندنا قوة، إحنا بنلجأ لربنا سبحانه وتعالى وردة فعل الشعوب وليس الحكومات، لأن في فارق كبير. أنا أقول فلتل عشان ضف في السيارة والبطارية كمان.